لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. قالوا عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأخلاء ثلاثة، فأما خليل فيقول: أنا معك حتى تأتي باب الملك ثم أرجع وأتركك، فذلك أهلك وعشيرتك يشيعونك حتى تأتي قبرك ثم يرجعون فيتركونك، وأما خليل فيقول: لك ما أعطيت وما أمسكت فليس لك، فذلك مالك، وأما خليل فيقول: أنا معك حيث دخلت وحيث خرجت، فذلك عمله، فيقول يعني الإنسان: والله لقد كنت من أهون الثلاثة علي. رواه الحاكم، وقال: صحيح على شرطهما ولا علة له. وقال الألباني: صحيح. حديث رائع فعلا، وهكذا كل كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يضرب لنا أيضا مثلا للمال والأهل والعمل، كما في الحديث الآخر: يتبع الميت ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد. يرجع أهله وماله ويبقى عمله. يتبع الميت ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد. يرجع أهله وماله ويبقى عمله. الأخلاء أي الأصحاب، والخليل مأخوذ من أن محبته تخللت طبقات القلب وشغاف القلب، فلذلك قيل له خليل. فأما خليل فيقول: أنا معك حتى تأتي باب الملك ثم أرجع وأتركك، فذلك أهلك وعشيرتك يشيعونك حتى تأتي قبرك ثم يرجعون فيتركونك، اللي هو الحديث اللي احنا قايلينه: يتبع الميت ثلاثة. المال فعلا، الأهل والمال يتبعونه حتى يأتي القبر خلاص، وربما استكثروا عليه هذا الوقت الذي يسن الوقوف فيه على القبر للدعاء، ربما استكثروه وانصرفوا سريعا وبخلوا عليه بالدعاء. فهذا الخليل يأتي يقول له: أنا معك حتى تأتي باب الملك، يعني يشبهه بإنسان يصل يشيع آخر إلى باب الملك، ولا يدخل معه حتى يشفع أو حتى يكلم الملك، بل عند باب الملك ويذهب ويترك. طب الحاجة إلى هذا الخليل انتهت عند باب الملك أو ستبدأ بباب الملك؟ ستبدأ بباب الملك، يعني أي أين تركتني؟ أنا في أمس وأشد الحاجة إليك أن تدخل معي وتشفع لي عند الملك، فيتركه عند أمس الحاجة إليه. كذلك الأهل، أهلك من يستطيع من الأهل أن يدخل معك القبر ولو أن يبيت ليلة واحدة أو ساعة؟ لا يستطيع أحد، الأهل والعشيرة. فلذلك لا ينتفع الإنسان بهم إلا بما غرس فيهم من معاني الإيمان والخير، وبما كان من تأديبه لهم على دين الله وبدين الله سبحانه وتعالى، أن يعلمهم الإيمان والإسلام، وأن يغرس فيهم الأخلاق الطيبة، ويؤدبهم بالآداب النبوية، وهكذا فينتفعون وينتفع هو بهم، وتظل الحسنات تجري له حتى بعد موته كلما فعلوا شيئا من الخير الذي تعلموه على يديه. لذلك أعظم تجارة وأربح تجارة هي تربية الأولاد، حسن العشرة للزوجة وحسن تربية الأولاد، لأن هذا نفع ثان وعمر ثان ينتفع به الإنسان بعد موته، بخلاف من أهمل أولاده وضيعهم فلم ينتفعوهم بحياتهم وأعمارهم ولم ينتفع هو بهم أيضا. فلذلك على الإنسان أن يجتهد في تربية أولاده وأن يحسن إليهم بحسب ما يستطيع بنفسه أو بغيره، إن لم تكن أهلا لذلك فاستأجر من يربيهم على الإسلام ويعلمهم الدين حتى تنتفع بهم في الدنيا وفي الآخرة.
فذلك أهلك وعشيرتك يشيعونك، يعني يوصلونك أو يمشون معك حتى تأتي قبرك، ثم يرجعون فيتركونك، وأيضا حتى بعد ذلك ربما لا يتذكرونه بالعمل الصالح كالصدقة مثلا والصوم عنه إن كان عليه صوم، والحج والعمرة وسائر الأعمال الصالحة التي ينتفع بها الميت ربما ينسى. لذلك قلت لكم ونصحت نفسي وإياكم أن نحسن إلى أنفسنا قبل أن نستجدي ذلك من الناس من الورثة وربما لا يتذكرون أحد، يعني ببئر مثلا تحفره أو نفقة تخرجها لطلاب علم تكون وقفا عليهم أو غير ذلك من أعمال الخير التي تدر عليك النفع والأجر بعد الموت حتى تنتفع بهذا المال. فذلك أهلك وعشيرتك يشيعونك حتى تأتي قبرك ثم يرجعون فيتركونك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد مجبنة مبخلة مجهلة محزنة. الولد مجبنة مبخلة مجهلة محزنة. مجبنة إذا أراد أن يجاهد في سبيل الله تذكر الولد وربما سيكون قتل أو نحو ذلك فلا يخرج ويتكاسل، ومجهلة إذا أراد الخروج لطلب العلم ربما منعه من ذلك. كذلك محزنة إذا مرض أو أصابه شيء من الأذى يظل طيلة يومه وليلته حزينة. مبخلة إذا أراد أن ينفق أو يتصدق تذكر الولد فبخل، وهكذا. إلا من كان أبناؤه عونا له على طاعة الله، وليس الخطر في أنه لا يفعل ما استحب له من الصدقات وأعمال البر، لكن الخطر أن يحول الولد والأهل بينك وبين إخراج الواجب الذي وجب عليك، فلا يخرج الزكاة مثلا التي وجبت عليه ونحو ذلك. إذن الأولاد إنما أموالكم وأولادكم فتنة، اختبار. بعض الناس ربما ينجح في هذا الاختبار إذا أدب أهله وولده بشرع الله فينتفع بهم في الدنيا والآخرة وهم ينتفعون بأنفسهم، فإذا أهملهم فتركهم كالأنعام لم يؤدبهم ولم يعلمهم كانوا ضررا عليه في الدنيا والآخرة وربما تعلقوا به يوم القيامة، وكذلك لم ينتفعوا هم بأنفسهم. ولذلك كما قال الغزالي رحمه الله: عامة فساد الأبناء إنما جاء من قبل الآباء، أهملوهم ولم يهتموا بهم فأضاعوهم ولم ينتفعوا بهم ولم ينتفعوا بأنفسهم، وهذا كلام صحيح. فكثير من الآباء يهمل أبناء ربما يعتني فقط بهم في الجانب الدنيوي، الدراسة والطعام والشراب والثياب ونحو ذلك، أما جانب الدين فهذا أمر مهمل. اذكروا لي كم من الناس من يحضر مدرسا للتربية الدينية لأولاده؟ في حد بيجيب مدرس تربية دينية درس خصوصي؟ في؟ لا أعني تدريس كتاب المدرسة كتاب الوزارة الذي لا يسمن ولا يغني من جوع، وإنما أعني أن يعلم الأولاد الوحي، يعلمهم القرآن ويعلمهم السنة، يؤدبهم. كم من الناس من يفعل ذلك؟ قلة. الذين فهموا أن هؤلاء الأولاد تجارة فهو يريد أن يربح من وراء هذه التجارة، أن ينجح في هذا الامتحان. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. كثير من الناس لا يشغل إلا بالجانب الدنيوي للأبناء ولا يهتم ولا يحزن إلا به، فإذا أتى مثلا أولاد بدرجات سيئة في الدراسة قامت الدنيا ولم تقعد، وإذا ضيع الصلوات لا يحرك ساكنا. وفضلا عمن يربي أولاده على التوافه، إن بيربي ابنه مثلا عشان يطلع لعيب كور، طبعا عنده حق، وهيبقى دكتور هياخد كام، هيبقى مهندس هياخد كام، خدت بالك خلال حياته كده تقعد تفكر في الثروة اللي هياخدها ويحصلها دي، التاني هيحصلها في ليلة، صح كده؟ خدوا كام؟ لا ده اللي انتوا عارفينه، ده في حاجات خلف ذلك كثير. كان لنا درس زمان مش فاكر حد حضره منكم ولا لا، اسمه مبروك لمصر، مش فاكر بقى موجود ده تسجل ولا كانش لسه في تسجيل، فتكلمنا عن الموضوع الخطير ده ونشوف ايه موقف المسلم من امثال هذه الامور. لذلك مع في ضوء هذا الواقع الضاغط ربما فعلا وجدت بعض الناس ينحرفون، يقول لك يا عم خلينا ناكل عيش،
عشان نفضل وراء أولادنا السنين دي كلها ونعلمهم وفي الآخر يطلع موظف ياخد له 2000 3000؟ لا، ده أحسن. ولا يبالي يأكل ولده حلالا أم حراما، لا يشغل باله. وهذا للأسف ثمرة هذه التصرفات السفيهة. حينما ينبغ عالم من العلماء، كم يعطى؟ أو يختم بعض أبناء المسلمين كتاب الله، كم يعطى؟ شوف كده، شوف مثلا تكريم حفظة القرآن في حفلة ليلة القدر أو غيرها، بياخد كم كل طفل؟ ها، أو مثلا طالب قدم براءة اختراع، خد كام؟ فإما تقارن بقى بين التفوق والنبوغ العلمي حتى في علم دنياوي، يا راجل علم هندسة، علم طب، غيره، فضلا عن العلم الشرعي أو حفظ القرآن وتعلم القرآن، لما يكون تكريم أصحاب الألعاب أكثر وأعظم من تكريم هؤلاء. إذن قلوب الناس وعقول الناس أين تتجه؟ للألعاب، للعب، فتنشأ أمة لا هي عابثة ولا حول ولا قوة إلا بالله. فضلا عن عمن ينظر في كلام أهل العلم من الأئمة الأربعة، مش هقول بقى المشايخ عشان ما هيتعالى عليهم متطرفين، في عدم جواز أخذ هذا المال على مثل هذه الألعاب. وهذا صريح في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في 3 إلى آخر الحديث، وليس هذا مجال تفصيله. لذلك نقول حتى تنتفع بأهلك وتنتفع بأولادك، احرص على أن تعلمهم الوحي، كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أرسل الزوجة إلى المسجد كي تتعلم دين الله، أو دور تعليم القرآن الكريم وتعليم السنة، وهذا بركة وخير ستجد أثره في البيت، بدل أن تظل طيلة اليوم والليلة فوق رأسك: هات لنا كذا واشتري لنا كذا، وتنشئ المشاكل الكثيرة بينك وبينها. صح، ما شغلتهاش هي هتشغلك، لكن تشغلها بالخير، بتعلم الوحي، تنتفع أنت وهي تنتفع كذلك، ثم هي بعد ذلك هي المحضن الذي سيتربى في حجرها الأبناء، فتحسن تنشئة الأبناء. كذلك احرص على أن تعلم أولادك الوحي بنفسك أو بغيرك، أو أن تأتي بهم إلى المساجد ونحو ذلك، تعلمهم القرآن وتعلمهم السنة حتى تجد أثر ذلك في قبرك. فإن الرجل ترفع له الدرجة بعد موته، فيقول: يا رب أن هذا، فيقال: باستغفار ولدك لك. كم من الآباء قد ماتوا ونساهم أبناؤهم فلا يتذكرونهم حتى ولو بدعوة، فضلا عن أن يلحوا على الله عز وجل لهم في طلب المغفرة وفي تحصيل الرحمة وفي رفعة الدرجة. هذا لأنهم أهملوا أبناءهم ولم يتعلم الأبناء هذا الأدب تجاه الآباء، فلذلك لم ينتفع بهم الآباء الانتفاع الحقيقي. وإذا مات الإنسان انقطع نفع هذا الإنسان وانقطع الخير الذي كان يقوم به، إلا لو كان له ولد صالح، كما في الحديث: وولد صالح يدعو له. فإن لم يكن ولدك صالحا فكيف ستنتفع به؟ قال: حتى تأتي قبرك ثم يرجعون فيتركونك، وأما خليل فيقول لك: ما أعطيت وما أمسكت فليس لك، فذلك مالك. لك ما أعطيت هو نفس مال الحديث الذي بعده، حديث ابن مسعود قال صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ الإجابة إيه؟ فيش حد، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه. فقال صلى الله عليه وسلم: فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. يعني ما الذي قدمته وأنفقته في سبيل الله واحتسبته حتى ولو كان نفقات للأولاد، هذا تؤجر عليه، وهذا مالك في الحقيقة الذي تنتفع به. والذي بخلت به وأخرته حتى ورثه من بعدك، فهذا لا ينتفع به الإنسان إلا في بعض الحالات والأحوال. لذلك هذا الخليل، هذا الصديق، هذا الصاحب يقول له: لك ما أعطيت، يعني لك ثوابه ولك بره ولك نفعه، ما تصدقت به وما أنفقته في سبيل الله، هذا هو الحقيقة الذي لك. طيب، وما أمسكت وما بخلت فليس لك، يعني لا ينتفع الإنسان به. وهذا فيه الترغيب في كثرة الصدقة والإنفاق في سبيل الله، بعد أن يؤدي الإنسان ما وجب عليه من الحقوق وأن يخرج الواجب عليه في المال، يستحب له أن يكثر من الصدقات، لأن ذلك نفع له يضاف إلى النفع السابق وخير إلى خير، فذلك مالك. إذن يرسم لنا الحديث الطريقة الصحيحة للانتفاع بالمال،
الطريقة الصحيحة للانتفاع بالمال أن يجمعه من الحلال وأن يستعمله في طاعة الله ويستعين به على طاعة الله فلا ينفقه في حرام أو في التكثر من الشهوات، أن يخرج ما وجب عليه فيه من الحق، ألا ينشغل به عن طاعة الله عز وجل، أن يجتهد في إنفاقه والتصدق به، فسلط على هلكته في الحق كما سيأتي معنا في حديث ابن مسعود أيضا. وأما خليل، ده أفضل صاحب وأفضل خليل، فيقول أنا معك حيث دخلت وحيث خرجت، يعني يلازمك في كل أحوالك، هذا معنى الكلام، يلازمك في كل أحوالك، حين تدخل قبرك تجد معك عملك صالحا كان أو غير صالح، حين تخرج من قبرك تجد معك عملك أيضا، حين تقف بين يدي الله في ساحة القيامة تجد معك العمل، حين تحاسب تجد معك العمل، حين تمر على الصراط تجد معك العمل، حين يساق الإنسان إما إلى الجنة وإما إلى النار فهذا أيضا بحسب عمله. لذلك إذا قبر الإنسان احتوشته أعماله الصالحة كما في حديث كعب وغيره، أحاطت به أعماله الصالحة، كانت الصلاة عند رأسه، وكان الصيام عن يمينه، وكانت الزكاة عن يساره، وكان البر وأعمال الخير والمعروف والصلة والصدقة عند قدميه، فيأتيه العذاب من قبل رأسه، فتقول الصلاة ما قبل مدخل، يأتيه عن يمينه فيقول الصيام ما قبل مدخل، يأتيه عن يساره فتقول الزكاة ما قبل مدخل عند قدميه، فيقول بر الخير، فعل الخير والمعروف والإحسان ما قبل مدخل، فينام مستريحا في قبره، تحيط به أعمال تلاوة القرآن، الصيام، الاجتهاد في أعمال الخير والبر وسائر الأعمال الصالحة. وإذا خرج من قبره وجد القرآن ينتظره، كما قال صلى الله عليه وسلم إن القرآن يلقى صاحبه، اللي ورا اللي نايم ده يصحى معي، إن القرآن يلقى صاحبه حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب متغير اللون بسبب طول السهر والقيام والصيام ونحو ذلك، فيقول أما تعرفني؟ قل ما أعرفك، فيقول أنا صاحبك القرآن الذي أظمأت نهارك وأسهرت ليلك. هل يا ترى سيقول عنا القرآن هذا الكلام؟ هل نحن ممن أسهرهم القرآن قياما بين يدي الله عز وجل يتلون آيات الله ويتضرعون بين يدي الله عز وجل ويطلبون ويسألون ويبكون؟ هل نحن ممن دفعهم القرآن لكثرة الصيام فأضمأ نهارهم القرآن؟ هل أنت كذلك حتى تنتظر هذه الشهادة من القرآن يوم القيامة؟ أم ممن يأكل بالقرآن باطلا عياذا بالله؟ أم ممن يستعمل القرآن والعياذ بالله تعالى كفعل أهل البدع والانحراف في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله والعياذ بالله، وربما وصل بهم الحال إلى الكفر في التبديل والتغيير عياذا بالله تعالى، وليس الأمر مقتصرا على اتباع هوى أو شهوة. لذلك حتى يشهد لك القرآن ويشفع لك القرآن انتبه للصفات والخصال التي تستحق بها ذلك، أن يظهر القرآن على أخلاقك في سلوكياتك في كلامك. إذا كان الإنسان قد أحسن صحبة القرآن في الدنيا فإن القرآن يحسن صحبته، تأتي هذه التلاوة التي قرأها وهذه الركعات التي قام فيها بين يدي الله عز وجل فتكون بهذه الصورة، أنا صاحبك القرآن الذي أظمأت نهارك وأسهرت ليلك، بل ويكون معه حين يدخل الجنة، فكلما قرأ آية رفع في الجنة درجة، يقال له اقرأ وارق ورتل فإن منزلتك أو منزلك عند آخر آية تقرأها، وهكذا هكذا سائر العمل الصالح، الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. إذن العمل الصالح هو أخطر وأهم هؤلاء الأخلاء، الأخلاء الثلاثة أعظمهم وأنفعهم لك هو الإيه؟ العمل الصالح الذي يكون معك في أي مكان أنت فيه، أنا معك حيث دخلت وحيث خرجت، فذلك عملك. يقول فيقول يعني هذا الإنسان والله لقد كنت من أهون الثلاثة علي. سبحان الله، فعلا أكثر خليل يهمله الناس هو العمل الصالح، الناس إنما يهتمون بالأموال والأولاد والزوجات ويهملون قضية العمل ولا يولونه اهتماما، مع أن العمل الصالح هو أولى هؤلاء الأخلاء بالاهتمام والعناية.
الإمام ابن رجب رحمه الله له شرح على هذا الحديث، انظره في مجموع رسائل ابن رجب، وهو يتكلم عن يتبع الميت ثلاثة، شرح حديث يتبع الميت ثلاثة. في الحديث فوائد فوق ما ذكرنا من الشرح والتعليق، أن أعظم ما ينتفع به الإنسان هو عمله، وليس الأهل ولا المال ولا الولد. الثانية، على العبد أن يجتهد في العمل الصالح، وأن يقدم طاعة الله على الأهل والمال. على العبد أن يجتهد في العمل الصالح، وأن يقدم طاعة الله على الأهل والمال. وأيضا إنما ينتفع الإنسان بعمله، إنما ينتفع الإنسان بعمله، أي بعمله الصالح. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.